عبد الرحمن بن يحيى المعلمي, one of the great imams of our era, one of the giants of Islam, a mountain of knowledge. They call him ذهبي العصر. شيخ بكر أبو زيد and الشيخ الألباني رحمه الله, they used to call him ذهبي of our time, an imam ذهبي of our era. شيخ عبد الرحمن المعلمي, that's how he was, powerful giant in knowledge. He spent his life in India. He's a Yemeni scholar, but he lived in India and he stayed in Hyderabad, Deccan. There's a maktaba. He sat in rahimahullah. I went there. I saw it. It's maktaba Dar al-Ma'arif al-Uthmaniyah. He used to sit there, rahimahullah ta'ala. He did tahqiqat of so many books when he was there. Like the kitab al-Jarh wa al-Ta'dil ibn Abi Hatim, the muqaddimah, he did tahqiq of it. Many, many books. بين عين الماء هنا وعين الماء هنا, لأن الاشتراك الواقع بينهم اشتراك يعني معنوي. طيب, أحد الكتب المهمة الحقيقة والجميلة واللي أنصح حقيقة بقراءته إذا ما قرأها الإنسان, لأن بنشرح فكرة الآن, اللي هي فكرة القدر المشترك, علاقة العقل يعني في تحصيل القدر المشترك وكيف العقل يجرد الأشياء وصيلته بالمبحث اللي وصلنا عندنا, وأحد الأدوات الحجاجية الجيدة اللي نستعملها رسالة عنوانها حقيقة التأويل, حقيقة التأويل للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني, موجودة في ضمن مجموعة رسائل العقيدة, في ضمن مجموعة رسائل العقيدة موجودة, وهي رسالة ليست طويلة الحقيقة, لكنها رسالة مبتكرة ورسالة عظيمة ورسالة جميلة جدا. والشيخ عبد الرحمن من قرأ له بالذات في المجال العقدي يدرك أن قدم الرجل تحقيقات وإفادات ونفائس, يعني أظن أن ما أحد أحدث ثورة تجديدية داخل الإطار السلفي في المجال البحث العقدي كما أحدث عبد الرحمن بن المعلم اليماني بعد ابن تيمية. تجد طبيعة الجدليات, طبيعة النقاشات وتعمقه في هذه الجدليات والنقاشات, وهو يعني الذي يتبدى للقارئ الوهلة الأولى, غير مختص بمثل هذه المجالات. يعني أشهر ما يعرف به الشيخ عبد الرحمن بن محيى المعلم اليماني اللي هو في بحوث السنة النبوية وعلوم الحديث وعلوم الاصطلاح, هذا المعلم البارز. لكن إذا قرأ الإنسان للرجل في مجال العقائد, في مجال الكلاميات, أحيانا يقرأ حواشي بعضها ما هي مطبوعة حتى عندنا حتى الحين, مخطوطات يعني, فيدرك الإنسان لا حجم علمية الرجل فيما يتعلق بالإطار الجدلي, الإطار الكلامي, الإطار العقدي. وأقرأوا يعني سواء الرسائل الموجودة هنا, أقرأوا كتابه رفع الاشتباه عن مفهوم العبادة والإله إذا ما كنت واهم عنوان الكتاب, أقرأوا القائد لتصحيح العقائد والمناقشات العظيمة اللي قامها بين منزع السلفي والكلامي والصوفي أو الذوقي. فمهم حقيقة, حقيقة في التأويل رسالة قيمة ورسالة ومقاربة جميلة وجديدة حقيقة فيما يتعلق, بل يعني بالذات في الثلث الأخير أو آسف يمكن الخمس الأخير من الكتاب, لما ناقش لنا المسارات اللي عالج فيها يعني مسالك تأويل الوحي ومتى يصح ومتى ما يصح, وقدم مقدمة تتعلق بماهية الكذب حتى يحرر أن كثير من مقاربات المتكلمين للوحي بالأدوات التأويلية تتضمن اتهام للوحي إما بالكذب أو في أحسن الأحوال التورية. فهو قدم مقدمة جيدة في موضوع الكذب وعلى طريقته في الاستطراد في بعض الأحكام المتعلقة بالكذب, ورسالة ما هي طويلة. ثم بحث موضوع التأويل ضمن ثلاثة قنوات, القناة الأولى ما يتعلق بالبحث العقدي, الثاني ما يتعلق بالبحوث الفقهية وفي الأحكام الشرعية, والثالث ما يتعلق بالتأويل للأخبار القرآنية والسنة النبوية المتعلقة بالطبيعيات ومتعلقة بالعلوم التجريبية الطبيعية. والشق الأكبر طبعا كان للبحث العقدي, فقارب حقيقة مقاربة جميلة جدا. أنا بس يعني بنزع منه أشياء معينة لمناسبة الموضوع اللي ناقشه. أحد الأفكار الجميلة اللي طرحها الشيخ عبد الرحمن في, 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 في كتاب لتقرير وتحرير فكرة القدر المشترك وعلاقة صفات الخالق والمخلوق, أنه أورد التمثيلات الآتية. يقول يعني أحد جوانب الإبهار المتعلقة بهذا العقل الذي خلقه الله تبارك وتعالى لنا, أن عندنا قدرة عالية جدا لتجريد الصور والجزئيات الموجودة في الخارج عن الإضافة والتخصيص لنخلق منها معنى كليا.